بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. قرر سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يهاجر من مدينة أور في منطقة جنوب العراق، وأنه يفر بدينه من أولئك القوم المشركين اللي لم يتركوا لسيدنا إبراهيم أي فرصة لهدايته. طبعا ده بعد احنا اختزلنا القصة قدر الطاقة بما يحقق المعنى والهدف المرجو من شرحها، وان احنا بنسبح في القرآن وصور القرآن الكريم لنأتي ببعض أطراف قصة نبي الله إبراهيم للتأكيد على قضية تكذيب القوم لأنبيائهم التي أراد الله تعالى أن يصبر بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من تكذيب المشركين له وللحق الذي أرسل به من عند ربه. سيدنا إبراهيم مكث وسط قومه يدعوهم كثيرا، كثير من المجادلات والنقاش، ويدخل في نقاش مع نمرود ويرموه في النار وربنا ينجيه، وبعد كده يبهت هذا الكافر بالحجة الرادعة، سجال طويل جدا من النقاش والمجادلات في محاولة من سيدنا إبراهيم وإصرار على أنه يأخذ بأيدي قومه إلى طريق الله المستقيم والاعتقاد والتصديق بأنه لا إله إلا الله. لكن الحقيقة يعني لم يلقى من هؤلاء لا تصديق ولا قبول بدعوته. ولم يبقى حتى أمام نمرود ملك هؤلاء إلا أنه يبتدي يضيق على سيدنا إبراهيم فلا يدع له مجال لنشر دعوته بين الناس. وطبعا قدام هذا الوضع الخانق لم يبقى أمام سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا الرحيل، فتوجه إلى حران، وبعد كده يعني قعد في حران شو، بعد كده إبراهيم إلى الشام بأهله وبالمؤمنين. وكان معاه في الرحلة دي زوجه سارة وعليه السلام، وكذلك سيدنا لوط ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوج سيدنا لوط زوجته
كانت أيضا معهم في هذه الرحلة. قال الله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. طيب، أشارت سورة الحج إلى تكذيب قوم لوط له، وذلك لما خاطب الله تعالى نبيه الكريم قائلا: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. طيب، ربنا أرسل سيدنا لوط، أرسله سبحانه وتعالى إلى أهل سدوم، منطقة في الأردن أو قريبة منها، وكان القوم هناك في سدوم فاسدين فاسقين، بيعملوا أفعال قبيحة وبيرتكبون أثام كبيرة. فدعاهم سيدنا لوط إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأمرهم بأن هم يجتنبوا المحارم والأثام والفواحش، ووعظهم سيدنا لوط عليه السلام وبين لهم الخير من الشر، وطلب منهم إنهم يؤمنوا بما أرسل به من عند ربه، أنه لا إله إلا الله، وأن يفعلوا الخيرات التي بينها لهم نبي الله لوط. لأن طبعا العقيدة هي أساس الاستقامة، هي الأصل الذي ينبثق منه كل شيء وكل خير. إذا صحت عقيدة الإنسان صح واستقام سيره في الحياة الدنيا، وإذا فسدت عقيدة المرء بالتالي فسد سائر عمل ذلك الإنسان في حياته الدنيا، وأضاع الدنيا والآخرة. وقوم لوط اشتهروا بفاحشة منكرة، لهم في القرآن الكريم: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني أنتم بتعملوا مصيبة وفاحشة وذنب كبير جدا، ما حدش قبلكم عمل الفاحشة دي، وقمة الفواحش. طبعا هم كانوا بيعملوا فاحشة بعينها وفواحش أخرى بجانبها، وقمة الفاحشة اللي كانوا يفعلونها ما واجههم بها نبي الله لوط عليه السلام، كما قال الله تعالى على لسان نبي: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون عديتوا خط الاعتدال والاستقامة والحد المعقول إلى الجور وانتكاس الفطرة وانتكاس الطبيعة والخلقة اللي ربنا خلق عليها الإنسان، إنه الإنسان يألف أو الرجل يألف المرأة والمرأة تألف الرجل، لكن أنتوا نكستوا وانتكستم في الفطرة التي خلق الله الناس عليها. هم كانوا يتخذون الرجال كالزوجات لهم ويتركون زوجاتهم من النساء، فأنكر عليهم سيدنا لوط عليه السلام كل القبائح والرذائل اللي كانوا يفعلونها، وذكرهم ببعضها عن قم يأتون الرجال. ومش كده وبس، وسيدنا لوط كمان قال لهم كما جاء في القرآن الكريم: وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يعني لأن قوم لوط كانوا قطاع طرق، يعني كانوا يقطعون الطريق على الناس المر، الناس اللي ماشية ورايحة وجاية دي، ييجوا يعترضوا طرق الناس فيقتلوا الناس ويسرقوهم، يسرقوا أموالهم، فكانوا بذلك قطاع للطريق وللطرق. وكانت فيهم كمان رذيلة بشعة جدا، هي الخيانة، خيانة شديدة، يخونون الرفيق فليس لهم صديق. يعني الوصف ده اللي بنوصفه يقول ان ده مجتمع مضطرب، مجتمع ليس فيه سلم ولا يوجد فيه امن. وكانوا حتى لما يجتمعوا قوم لوط دول يجوا كده في نواديهم اماكن الاعداد بتاعتهم، كانت التسليه بتاعتهم ايه؟ يحذفوا الناس بالحصى، كل من يمر عليهم يرموه بالحصى، يعني بيستلذ ويستمتع في إذاية الناس، طبعا مع الفحش في المزاح ومن وغيرها، طبعا يعني من فواحش الأقوال والأفعال، يضايقوا الناس وهي ماشية ويرموا عليهم الحجار ويتفوهوا بأبشع العبارات وأسوأها وأفعال كمان
بعيدة عن المروءة. أناس طبعا دي كانت صفاتهم، ده يعني أنهم كانوا قوم لا احترام بينهم، ما فيش احترام وما فيش قيمة وما فيش وقار وما فيش خلق كريم لديهم. السوء والفحش والقبح اللي كانوا عليه من هذه الصفات المنكرة والأخلاق المنحطة. إلا إن سيدنا لوط عليه السلام ظل يدعوهم إلى الخير وينصحهم ويحذرهم، لا بيكل ولا بيمل عليه السلام. طيب هل ده كان بيخلي عندهم محاولة يفهموا اللي بيقوله سيدنا لوط، أو يستمعون إليه بقلوب واعية وبأسماع منصتة؟ لا، ما زادهم ذلك من سيدنا لوط إلا عنادا وإصرارا وتصميم على الشر والفحش اللي كانوا بيعملوه. وبمنتهى البجاحة قالوا لنبيهم لوط، بيتحدوه هازئين به. ما القرآن الكريم بيعلمنا بيقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. هنطلع للفاصل وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم. تحمل سيدنا لوط عليه السلام قبح قومه وفحش هؤلاء وسوء أخلاقهم، وبقي وظل يدعوهم إلى الصلاح ويشدد عليهم وفي تحذيرهم من ارتكاب الفواحش اللي كانوا بيقوموا بها. قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هل بعد ما ذكرهم سيدنا لوط بتقوى الله وبضرورة الاستجابة لما جاء به بالحق من عند ربه، هل استجاب القوم؟ هل صدقوا نبيهم؟ أبدا، ده هددوا سيدنا لوط، هددوا نبيهم بالطرد من بلدهم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لو لم تكف عما توجهنا إليه وتنصحنا به نخرجك من بلدنا. وفي هذه الأجواء الصعبة كان المؤمن الله لوط عليه السلام بيبعد نفسهم عما يقوم به قوم لوط، وده طبعا كان بيؤذي هؤلاء الفساق المجرمين من قوم لوط، وعشان كده بدأوا يحرضون على إخراج لوط وأتباع المؤمنين من بلدته. ليه؟ لجهلهم، كانوا يقولون لجهل قوم لوط أنهم كانوا يصفونهم بأنهم أناس يتنزهون، يعني يتنزهوا بيترفعوا عما يفعل أهل سدوم من الفواحش والمعاصي. فقالوا وما كان، كما قص علينا القرآن الكريم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طب التطهر ده عيب؟ ده التطهر ده سعي في طريق الكمالات، لكن بالنسبة لأصحاب الخبائث والسوء والفحش شايفين أن التطهر ده عيب، انتكاس في الفكر وانتكاس في النفس، وبالتالي أفسدوا الفطرة السليمة. لقد أتم سيدنا لوط عليه السلام رسالته إلى أهل سدوم وبلغهم بكل وسيلة، وحاول أنه ينصح ويكرر النصيحة، لكنه ما لقي منهم إلا الأذى، وما لم يؤمن بسيدنا لوط إلا القليل، ولم يبقى أمام سيدنا لوط إلا أنه يتوجه إلى ربه الكريم بالدعاء الصادق قائلا قال ربي انصرني على القوم المفسدين، لأن ده إفساد.
إنك تفسد القيم والأخلاق والطبيعة والفطرة التي خلق الله الناس عليها، إفساد ما فيش بعده إفساد، ده قمة الفساد والإفساد. لذلك قال القوم المفسدين، والملائكة بعد كده هتوصفهم بالمجرمين. فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه لوط عليه السلام، وأرسل إلى قومه ملائكة بهيئة رجال حسان الوجوه عشان ينفذوا عقاب الله فيه. هؤلاء الملائكة الكرام هم نفسهم الملائكة اللي مروا على سيدنا إبراهيم وأراد أن يضيفهم، وكان لي قصة معهم عليه السلام، وقد خافت نفس سيدنا إبراهيم، ذهب الخوف عن سيدنا إبراهيم، عرف حينها أنهم ملائكة كرام وبشروا بولده إسحاق، وبعد البشرة اطمأن وجلس يحاورهم ويسألهم عن غايتهم، ايه سبب انهم جم، ايه الامر الخطير اللي جابهم او الذي جاءوا من اجله. طبعا هو سيدنا ابراهيم خاف منهم في الاول واوجس منهم خيفة، لانه قدم اليهم الطعام فوجد ايديهم لا تصل الى الطعام، يعني هم ما بياكلوش من الاكل الذي قدم اليه، لانهم ملائكة كرام والملائكة لا تأكل وتشرب مثلنا. وبعد كده لما هم طمنوه وبشروه باسحاق وقالوا له وسألهم عن المهمة التي جاءوا من أجلها، وقالوا قالت الملائكة الكرام كما قص علينا القرآن الكريم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، ده سؤال سيدنا إبراهيم للملائكة الكرام، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين.